هنعمل النهاردة بوكس الاكسسوارات اللي بتسألوني عليه دايما. هعمله معاكم من عصاية الايس كريم. طريقته بسيطة جدا وسهلة وكمان حجمه كبير وممكن تستغلوه في حاجات تانية كتير. اول حاجة هنحتاج علبة من عصاية الايس كريم او خافض اللسان، هتلاقوها في الصيدليات والمكاتب الكبيرة، سعرها 20 جنيه وفيها 100 واحدة، وكده كده مش هنستخدمهم كلهم يعني. هرص 6 عصيان كده جنب بعض وبعدين هقيس العرض بتاعهم طلع معايا كام، لان مقاس العصيان ممكن يختلف من علبة لعلبة. المقاس اللي عندي 11 سنتي، فقصيت كرتونة عرضها 11 سنتي زي ما طلع معايا وطولها 17 سنتي، يعني اللي ثابت معاكم 17 والمتغير 11. سبت الكرتونة زي ما هي، دلوقتي هنرجع لها تاني، ودلوقتي بقى رصيت 5 عصيان جنب بعض وبرضو قست العرض بتاعهم معايا طلع كام، فطلعوا عندي 8.7. رجعت تاني للكرتونة واخدت علامة عند الرقم اللي طلع معايا اللي هو 8.7، واخدت علامة كمان في الجنب التاني ووصلتهم ببعض. زي ما قلت لكم عرض الكرتونة كان 11 سنتي، فانا اخدت علامة هنا كده عند الخط اللي انا عاملاه عند نص الكرتونة بالظبط اللي هو 5.5. بعدين جبت البرجل وحطيت سن البرجل هنا في النص كده عند العلامة اللي انا اخدتها، والقلم هيتحط في اخر الكرتونة يعني زي كده بالظبط. وبعدين رسمت نص دايرة، هقص بقى الشكل اللي انا رسمته ده كله وكمان هفصله عن بعض من عند الخط اللي انا رسمه ده. هبدأ بقى احط شمع على الكرتونة وبعدين ارص عليها عصيان الايس كريم او خافض اللسان، والكرتونة اللي فوق كمان هعمل معاها نفس الموضوع لحد ما اغطي الكرتون كله كده بالعصيان دي. ودلوقتي عايزة اقص كل الزيادة بتاعت الخشب اللي حوالين الكرتون دي، فهي ممكن تتقص عادي جدا بالمقص بس هتتعبكوا شوية، وممكن كمان تتقص بالقطر، فانا بحب استخدم القطر والمقص مع بعض. بعمل الاول خط بالقطر وبعدين بكمل بالمقص علشان ما يتعبنيش، فبالطريقة دي بيتقص معايا بسهولة. ده كده شكلهم بعد ما تقصوا. هعمل كرتونة كمان بنفس الطريقة وهغطيها برضو بالخشب، ودول كده هيبقوا الجناب بتاعت البوكس. قلبت الأجزاء دي كده وبعدين ضمتهم على بعض وثبتهم في بعض كده بحتة صغيرة من اللزق. ممكن تستغنى عن الخطوة دي عادي. دلوقتي عايزة اعمل الأرضية بتاعت البوكس، فهرص كده 6 عصيان جنب بعض، ممكن برضو نثبتهم مع بعض كده باللزق علشان ميتحركوش واحنا بنشتغل. بعدين هجيب الجناب بتاعت البوكس بقى وهحط عليها شمع كده من تحت، وبعدين هثبتها كده في أرضية البوكس، ولزقت الجنب التاني كمان بنفس الطريقة. بعدين بدأت أقفل البوكس، حطيت عصاية من تحت وبعدين حطيت واحدة كمان من فوق في آخر القطعة دي عشان أظبطها وما تبقاش مايلة كده، وبعدين مليت الفراغ اللي في النص، وبعدين قلبت البوكس ولزقت واحدة من تحت وواحدة كمان من فوق علشان اظبط الجناب زي ما عملت الناحية التانية، وبعدها مليت الفراغ اللي في النص. على فكرة ممكن تستخدموا اي نوع لزق كويس مع الخشب، يعني لو ما عندكوش شمع فمش مشكلة، الشمع مش احسن حاجة مع الخشب. بعد ما خلصت بقى الجزء ده هبدأ اقفل الدوران بنفس الطريقة، هفضل ماشية على نفس الخطوات، بحط شمع كده وبلزق الخشب جنب بعض لحد ما اخلص المساحة كلها. بعد ما خلصت وقفلت البوكس كله كده فكيته من بعض وشلت اللزق اللي انا كنت مثبتاه في الجناب ده، ممكن بقى تسيبوه بنفس اللون كده او تدهنوه زي ما انا هعمل. انا دهنته ببلاستيك ابيض، ممكن تستخدموا الالوان الاكريليك، ممكن تستخدموا اي حاجه متوفره عندكم. الخشب بينفع معاه البلاستيك والزيت او اي حاجه. وعلى فكره ممكن تدهنوه كمان من قبل ما تقفلوا البوكس اصلا، يعني تدهنوا كل خشبه كده لوحدها، بس انا بشوف ان الطريقه دي اسهل فعملتها. انا كده دهنت البوكس من جوه ومن بره. هنجيب بقى ستانة زي كده وهحط عليها شمع واثبتها كده في البوكس، يعني هثبت نصها في البوكس ونصها يكون بره، وهحط على النص اللي بره برضو شمع، وبعدين هلزق فيه الغطا. وانا بلزق الغطا كده خليه مقفول شويه وانا بلزقه علشان لما يجي يتفتح بعدين ما يتفتحش لورا خالص، يبقى برضو مفتوح لحد المساحه دي بس، يعني مش عايزاه يرجع ورا قوي لما اجي افتحه. والخطوه دي كمان اختياريه، جبت مغناطيس وهثبته في البوكس علشان اقفل بيه البوكس. فبصوا بقى انا ثبته ازاي، حطيت شمع هنا كده في النص بتاع البوكس كده من على الطرف شويه، وبعدين لزقت هنا المغناطيس وخليته على الطرف قوي يعني علشان يبقى متلامس مع المغناطيس اللي فوق اللي هيبقى في الغطا ويلزقوا في بعض. وبرغم ان المغناطيس كان حجمه صغير جدا بس كان ماسك الغطا في البوكس كويس.
هكمل بقى تزيين، والخطوات اللي جاية كلها اختيارية. جبت الشكل ده كان موجود عندي، ممكن تستخدمه الحاجات اللي هي بتبقى دلية بتاعت سلسلة او توكة، اي حاجة كده فيها شكل حلو، وثبتوها كده في نص البوكس على الغطا كده بالشكل ده. ويستحسن تستخدمه اي حاجة تانية تلزق غير الشمع. انا استخدمت امير علشان الشمع مش بيبقى حلو مع المعدن. انا طبعت الورقة دي طباعة ليزر، هتلاقوني سايبالكم لينك تحملها في صندوق الوصف، وقصيت الاشكال اللي انا عاوزاها منها. جبت البوكس بتاعي وبعدين حطيت عليه او حطيت على المكان اللي انا هلزق فيه الشكل، حطيت طبقة من الغرة، غرة مخفف مش خام، استخدمت غرة الخشب العادي وبعدين لزقت الشكل كده، وبعدين برضو حطيت عليه طبقة تانية من الغرة علشان تثبته وتحميه، وبعدين لزقت باقي الاشكال بنفس الطريقة ونفس الخطوات، طبقة غرة من تحت وبعدين بلزق عليها الشكل وبعدين طبقة غرة من فوق. والطريقة دي اسمها ديكوباج، بتتعمل بالورق العادي وبتتعمل بالورق الزبدة وبتتعمل بورق المناديل، ويعني فيها تفاصيل كتير ان شاء الله نعمل فيديوهات عنها قريب. اخدت من اللون البلاستيك بتاعي وحطيت عليه مركزات الوان وغيرت اللون بتاعه كده، وبعدين عملت بيه نقط في البوكس كان شكلها لطيف قوي. استخدمت ظهر الفرشة كده علشان اعمل بيه النقط دي. والتزيين ده اذواق، حاجة ترجع لكم وترجع للخامات المتوفرة عندكم. سيبته ينشف بقى، وده كده شكله النهائي. شكله طلع تحفة، احلى كتير مما توقعت، بجد عجبني جدا وعجب كل الناس اللي شافوه. ممكن تستخدموه في الاكسسوارات او كمان تقدموا فيه هدية او تحطوا فيه مانيكير او حتى ميك اب. حجمه كويس جدا، مناسب لحاجات كتير، ده غير انه هيبقى ديكور حلو في المكان. اتمنى يكون اختراع النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.